استقالة على عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن رؤيتنا للتنمية يجب أن تتجه صوب مكافحة زيادة النسل، مضيفا أن قضية تنظيم النسل من أهم القضايا التي تشغل بال المفكرين والمثقفين المصريين، وكذلك رئيس الدولة والحكومة، حيث أننا نزيد 2 مليون مواطن سنويا ونحتاج لمليون فرصة عمل سنويا. جاهزة؟ جاهزة. عايزنا نخلف يختم أولى. إيش معنى؟ قلت له أنا ملتزمة برؤية الدولة. الإحصائيات صعبة وأعمل إيه أنا؟ إيش معنى؟ بنزيد يا أختي 2 مليون كل سنة. يا شعب مصر اعرفوا اللي فيها. إيش معنى؟ هنشتغل بقى ولا هنقضيها؟ قلت له ابعد عني أنا شرانية. إيش معنى؟ خايفة أساهم في زيادة السكانية.